السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للي بيشوفنا الصبح ومساء الخير للي بيشوفنا بالليل. رحلة الفنان أحمد مكي مع الإنترنت، من أول يقطع النت عنا التيتا على اللي بينتتوا عليه لحد إدمان السوشيال ميديا. تعالوا نشوف الموضوع. أنا الشريف هولورز وبعمل فمايسة هادي فلوس. في الحلقة 18 من مسلسل الكبير قوي الجزء السادس، طرح الفنان أحمد مكي قضية مهمة جدا، وهي قضية إدمان السوشيال ميديا أو إدمان الإنترنت معنى أصح، وتكلم عن موضوع شراء الفولورز بكل سهولة والمحتوى الرخيص اللي ممكن يجمع أكبر عدد من اللايكات والمتابعين. متعمل قبل كده، بس الطلاق ده كنز. أنت هتتطلق، يا رب تتطلق، يا رب تتطلق. هتتطلق لايف، والمأذون اللي هنجيبه انفلونسر مننا، هنصور طريقه من البيت لحد موقع. وقضية الانترنت من القضايا اللي بتشغل تفكير الفنان أحمد مكي منذ بداية مشواره لحد الحلقة 18 من مسلسل الكبير قوي. وهنا هنعرض لكم تقرير، وفي هذا التقرير هنستعرض لكم دور الانترنت في حياة الفنان أحمد مكي الشخصية والفنية. يلا بينا. في فيلم طير انت كان أول ظهور للكبير قوي. ظهر الكبير قوي هو مستاء جدا لان زوجته هدية كانت بتستخدم الانترنت دون علمه او من ورا ظهره زي ما هو بيقول في الفيلم، وكانت بتتفرج على المشاهد الرومانسية للفنان او في المسلسل التركي للفنان مهند. نداني نفسي اعرف يفرج عني ايه الودة. انه قطع الكابل بتاع الانترنت من البحر علشان يمنع زوجته من ان هي تستخدم الانترنت. يا جبلاوي امرك يا كبير، اجهز وجهز الرجاله، عندكم طلعه. طلعت طبعا الجمله الشهيره اللي هي يقطع النت عنا التيتا على اللي بينتتوا عليه، كما زالت مستمره حتى الان، بنستخدمها في الكوميكس، وكل اي حد اما يهزر مع حد دايما يقولها النت عنا التيتا على اللي بينتتوا عليه. انا ماليش اكاونت على الفيسبوك اسمه احمد مكي. اصدر الفنان احمد مكي سنة 2011 اغنية باسم فيسبوكي. طرح الاغنية دي لانه كان عاوز يقول للناس او يوصل معلومة للناس انه هو ما عندوش اكاونت على الفيسبوك، وانه ما بيستخدمهوش نهائيا، وان اي اكاونت موجود باسمه ده اكاونت مزيف، لدرجة ان في ناس كتير جدا تقمصت شخصيته وخرجوا وقالوا ان هو الكذاب وهم الصادقين. ومن كلمات الاغنية قال يا ابني انا في بيني وبين الفيسبوك ميت سد وسد. ويذكر فعلا ان الفنان احمد مكي ليس من الفنانين المتواجدين على السوشيال ميديا، يعني وفي حياته الشخصية ملوش علاقة بالسوشيال ميديا كتير، ومش بنلاقيه لا على الفيسبوك ولا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. مسلسل الكبير قوي الجزء السادس. مع ظهور السوشيال ميديا وتوسعها وظهور مهن جديدة ظهرت في المجتمع بتاعنا حاليا زي اليوتيوبرز، انفلونسر، صانع المحتوى، اصبح وجود السوشيال ميديا متوغل في حياتنا، واصبح ليه مشاهير، يعني في مشاهير للسوشيال ميديا دخلت حياتنا من باب السوشيال ميديا وبقوا مؤثرين في المجتمع وليهم دور كبير في المجتمع. دخلوا كمان عالم الفن عن طريق السوشيال ميديا، بدأوا يعملوا اعلانات، بدأوا يظهروا في مسلسلات. استعرض مكي في الجزء السادس من المسلسل الكبير قوي دور السوشيال ميديا واهميته في حياتنا عن طريق صراع ما بين شخصيتين في المسلسل، جوني وصاحبه هدرس. والصراع اللي كان ما بينهم لدرجة ان هما الاتنين اختلفوا مع بعض ووصلت للقطيعة ووصلت للتحدي، وكل واحد فيهم بيصارع التاني علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين والفولورز. يجيب لي كب كيك من نولا ويصورني في الجنينة اللي قصاد مول العرب وماسكة بالونتين ذهبي، واحدة واحد وواحدة تسعة. ما شاء الله عندك 91 سنة ولسه بالدمان والحلاوة دي. هو انا تناول احمد مكي في الحلقة 18 المسلسل الكبير قوي الجزء السادس كمان موضوع مهم جدا، ايه؟ شراء المتابعين والفولورز
الحقيقيين والوهميين او المزيفين وكيفية التحكم فيهم تلقائيا، واني اغلب المشاهير الموجودين حاليا بيعملوا نفس الشيء، بيشتروا مشاهدين ومتابعين. وكمان اتريق على الموضوعات اللي منتشرة في السوشيال ميديا اللي هي زي موضوع الزواج والطلاق الترند، يعني يا جماعة انه يعملوا ترند علشان الناس تدخل تشوف الموضوع، فبالتالي يجي لهم لايكات يجي لهم مشاهدات كتير، زي موضوع الزواج وموضوع الطلاق وموضوع الاكل اللي منتشر على السوشيال ميديا، تحديات الاكل طبعا. وصل الامر بيه ان هو اظهر جوني على انه مدمن للسوشيال ميديا، زي ما انتوا شفتوا كده في المسلسل علامات الادمان على وش جوني، ادمان من نوع اخر، ادمان السوشيال ميديا. والمفاجأة الكبيرة لما ظهرت أغنية قطر الحياة اللي طبقها على حالة جوني في إدمانه للسوشيال ميديا. يعني الأغنية كانت سنة 2012 وعد عليها 10 سنين، احنا حاليا 2022. في الفترة دي كان بيتكلم عن إدمان المخدرات، الأغنية تنطبق حاليا على إدمان السوشيال ميديا، وطبعا طبق ده على حالة جوني في المسلسل أو في الحلقة دي بالخصوص. صراحة كانت مفاجأة جميلة، الأغنية كانت رائعة. وفي نهاية الحلقة طبعا على لسان جوني في المسلسل ان السوشيال ميديا اظهرت اسوأ ما فينا وبوظت العلاقات الاجتماعية بيننا، وفعلا يا جماعة ده حقيقة. الجزء الثاني من التقرير، السوشيال ميديا في حياة الفنان احمد مكي الشخصية. الفنان احمد مكي من الفنانين القلائل اللي ما بيستخدموش السوشيال ميديا الا في وقت معين، يعني لما بيكون مثلا عنده عمل في وقت محدد في وقت معين بيبدأ يشير مشاهد من العمل فقط، لكن لا بينشر صور شخصية له على الانستجرام ولا حتى بيوجه رسالة شخصية لأي حد من متابعينه أو يوجه رسالة شخصية لأي حد أيا كان، زي ما بيعملوا بقية الفنانين. فهو علاقته بالسوشيال ميديا ضعيفة. قال إنه حتى الواتساب ما بقاش يستخدمه، ما كانش بيستخدمه الا في الفترة الاخيرة بس مؤخرا، يعني حتى الواتساب مش بيستخدمه. فهو من الفنانين القلائل اللي ما بيستخدموش السوشيال ميديا. وفي النهاية احب اقول لكم ان لكل فنان في قضية بتشغله، يعني الفنان عادل امام كانت قضية المواطن والارهاب هي كانت اكتر القضايا اللي بتشغله، بيعبر عنها في افلامه وفي مسلسلاته. الفنان احمد زكي كان بيحب يتناول السير الذاتية. الفنان احمد مكي من اكتر القضايا اللي بتشغله قضية الانترنت واساءة استخدامه، وعبر عن ده في تاريخه الفني من بداية مشواره الفني حتى الان. نهاية احب اوجه رسالة للفنان احمد مكي، واحب اقول المسلسل اكتر من رائع، تجسيد الشخصيات. يعني انا واحدة من المتابعين لما بتفرج على مسلسل الكبير بصدق ان في جوني، في حزلقوم، في الكبير، مش بقدر افرق ما بينهم، ببقى قاعدة ومقتنعة ان هما 3 شخصيات. فبوجه له الشكر طبعا، وفنان احمد مكي فنان موهوب، فنان كبير، وان شاء الله بنتمنى نشوفه في الايام اللي جاية في موضوعات اكثر جدية. وتحياتي لي وتحياتي للكوميديا السوداء. اتمنى يا جماعة ان التقرير ده يكون نال رضاكم واعجابكم، وان كان الموضوع انتم مهتمين بيه او حابين تسمعوا اي موضوعات اخرى جديدة عن حياة الفنانين، ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.